10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات بطل الدوري المصري الممتاز النادي الأهلي. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن يحصد 3 نقاط في هذه الأمسية. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم النسر الأهلاوي النادي الأهلي أمام فريق إنبي ضمن مباريات الجولة 33 ودوري نايل المصري الممتاز. يذكر بأن نتيجة الدور الأول انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. ملعب مباراة اليوم استاد المقاولون العرب، القناة الناقلة أون تايم سبورت 1 والمعلق محمد الكواليني. توقيت المباراة مساء اليوم الأربعاء في 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن يحصل 3 نقاط في هذه الأمسية. يذكر بأن النادي الأهلي قد حسم لقب الدوري في صدارة الترتيب برصيد 84 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 43 نقطة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.